طيب احنا معانا اخبار لذيذه انا جدا معايا خبر النهارده. لذيذ. بجد بصوا، تبتدي انت؟ خبري مش لذيذ خالص، ليه؟ هو مقزز شويه يعني طيب نوعا ايه، ما. في اتفضلي انت الاول وخلي اللذاذة في سوري الاخر. يعني يا جماعه، في كده زي خبر انتشر وعمل ضجه كده على السوشيال ميديا، ان في بنت تايلانديه عملت فيديو وهي بتاكل خفاش، يعني حاجه طبعا في منتهى القزازه والقرف. يعني ان ليه بتعملي كده؟ خلي بالكم يا ليه؟ جماعه، ليه؟ بالله عليكي ليه؟ بصراحه يعني خلي بالكم، اي حاجه على السوشيال ميديا بتتعمل سواء حلوه او وحشه، في اجيال وفي تينيجرز وفي ناس اطفال بتجرب الحاجات دي، تفتكرها ان هي زي تحدي او تحب تقلد او تحب في وقت فراغها ان هي تقلد الحاجه دي. للاسف في ناس بتقعد تقلدك في الكلام ده، فده شيء مقزز جدا. وكمان احنا بعد موضوع الكوفيد لما قال لك ليه علاقه برضو بالخفافيش، انا الله اعلم ده صح ولا غلط، بس ليه تعملي حاجه زي كده؟ يعني هو اللحمه اثرت معاكي في حاجه؟ طب الفراخ المشويه ضايقتك في حاجه؟ طب يعني الروست تشيكن اتكلمت عليكي من ورا ظهرك؟ يعني انا مش عارفه، كل الكائنات الحلوه اللي تتاكل اللي ربنا خلقها وحشه يعني انك السمك تعملي كده راح فين؟ بالظبط؟ فهي الفيديو هو كمان الموضوع، انا هقول لكم نتيجته ايه لانه اكيد كان ليه عقاب كبير. اوكي. البنت دي عملت فيديو وكانت كاتبه على الكابشن بتاعته وجبه لذيذه مشطشطه حاجه كده يعني. فالمهم، وهو عباره عن ايه، الناس فتحت لقيتها ماسكه الخفاش بتفتحه وبتاخده وبتعمله ديبينج في صوص ايوه، يعني كده هي ده تاكله يعني على الهوا يعني على في لا الفيديو. سويته فعلا، وهو انا حاطط الله له اعلم من حاجات سويته ولا عملته، وجايب لك الفيديو وهي بتاكل الخفاش زي على وضعه، الله اعلم سلقته ومش ده موضوعنا يعني يا سهى. يعني عايز اعرف صبخته ولا ما صبختش. المهم ان هو خفاش يعني يا عم الخفاش. المهم اوكي. ان الفيديو ده طبعا عمل ضجه على السوشيال ميديا، والناس كانت منزعجه جدا جدا من الفيديو ده، وطالبت ان هو لازم يتحط له حد طبعا للفيديو ده. فالمهم ان هو تم القبض عليها واتحكم عليها ب5 سنين سجن بسبب خفاش. فيا جماعه لو سمحتوا، قبل ما تعملوا شيرنج لاي حاجه، قبل ما تصنعوا محتوى في اي حاجه، قبل ما تعملوا فيديو توجهوا بيه الراي العام، يا ريت يا ريت تخلي بالك، لان زي ما قلت لكم في خطوره في التقليد، وكمان خطوره ليك انت ان البنت اتحبست 5 سنين. يعني بنت شابه ضيعت من عمرها 5 سنين بسبب ان هي عايزه تطلع ترند او عايزه تركب الترند او عايزه تعمل حاجه قلبت ضدها، واتقلب السحر على الساحر زي ما بنقوله يعني. فحاجه بشعه بصراحه. خلاص الحمد لله نفك الحمد بقى، لله. نفك. يلا انا بقى الخبر اللي معايا لكل الناس اللي ما بتصحاش من اول مره على المنبه، الالارم يقعد يرن 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 انا يرن. عملوا لك اختراع، وعملوا لك اختراع، وعملوا لك اللي هناك ويا اللي هناك. وانتي بتصحي اختر. لا ولا انا ايه؟ بصحى من من اول تكة؟ انا اصلا بصحى، لو في اي حد قام دخل التويلت في البيت بتلاقيني عملت كده. على طول انا من الناس اللي نومها خفيف. نومها خفيف. فالناس اللي ما بتصحاش يا جماعة، وبتقعد تظبط 60,000 ألارم، وتقول لبنت خالتها وبنت عمتها وصحابهم في الشغل ومعرفش مين والجيران، صحوني يا جماعة، كلموني الساعة كذا، صحوني عشان عندي ميعاد مهم، عندي شغل، عندي معرفش ايه. أعلنت شركة لتصنيع المنبهات إن هي عملت منبه جديد بعجلات. المنبه ده بيعمل ايه؟ المنبه ده بيهرب منك. انت الألارم يجي يرن تيجي تطفيه، عارفة انت الحركة بتاعت سنوز، طب 5 دقايق الحركات كمان، القرعة دي. طب ما اعرفش ايه، حتى لو انت من الناس اللي بتصحى على الصوت، الحركه اللي هي بتاعت طب انا غفوه خمس اسمها دقايق خمس دقايق في الموبايل بيسمعها غفوه، طب سنوز، طب غفوه، طب ما اعرفش ايه، ال5 دقايق دي لا، المنبه ده مش هيستسلم للحركات القرعه بتاعتكم دي. والمنبه ده بعجلات، مجرد ما انت تحاولي تطفيه يفضل بقى يمشي يون منك كده. ويور في الاوضه، ويفضل صوته يعلى ويعلى، فهو ما بيستسلمش ولا يكل ولا يمل. دي بشرى ساره لكل الناس اللي نومها تقيل، ان عملوا لكم منبه بعجلات، والشركه دي بتتحدى اي حد ان هو ممكن يسيطر على المنبه او يمسكه او يقفله. والناس بقى ردت، بقى الناس على السوشيال ميديا لما قروا عن الاختراع ده ردوا قالوا ان النوم سلطان، وان الناس اللي بتحب النوم والله لو عملت لهم ايه. مش والله لو عملت لا منبه اصلا يضربني بالاقلام على وشي مش هصحى يعني. انا بس لو اداني شلاليت حتى والله هضربه وانام يعني، عارفه هضربك وانام. انت عارفه في برضو كان اختراع منبه اللي هو مش هيسكت غير لو بيديكي زي مسائل رياضيه، يعني حاجات في عشان الماث تركزي. تقعدي تحليها لغايه، ولازم تقعدي تحليها كلها صح عشان هو بيدرك انت كده مفوقه ولا لا.
يعني انا بتهيألي انا ولا وانا صاحيه او مركزه مش عارفه احلها اصلا، عايزه اقول لهم تهوب. لا يا عم انت في ايه يا عم المنبه انا يا عم صحيت انت في مالك يا عم انت ايه يعني، طب امتحني هو امتحان دنيا واخره في ايه؟